السوبر غدا دولة الإمارات العربية المتحدة، الأهلي والزمالك، وما الذي يجري في أبو ظبي؟ رحب ضيفين الكريمين الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف، تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. شرفت. ربنا يخليك. كابتن أحمد عادل، تحياتي لحضرتك، مشرفني. حبيبي أستاذ أحمد سعيد وأنا موجود مع حضرتك ومع كابتن وليد. أهلا وسهلا. إيه اللي بيحصل في أبو ظبي؟ إيه اللي حصل خلال 72 ساعة اللي فاتوا؟ في دربكة، في ربكة، في خلونا رحنا الموضوع واحنا مفترض عندنا مباراة قمة الدنيا كلها منتظرها، ايه اللي بيحصل؟ يعني خلينا نقول يا استاذ احمد في البداية في غلط، في غلط. نعم. وفي غلط اللعيبة اخطأت، اخطأت. نعم. يعني رد الفعل احنا شفناه. نعم. لكن ما شفناش الفعل. نعم. يعني احنا برضو ما نعرفش الفعل ايه اللي حصل. اللي أدى لرد الفعل الزيادة. نعم. الزيادة. هو رد فعل بس بالزيادة شوية. لكن الفعل ما نعرفش، لكن يعني اللي احنا شايفينه ان في مشكلة كبيرة حصلت في دولة الامارات طبعا. الامور مش مستقرة، الامور يعني مش عايز اقول هي خرجت عن السيطرة شوية، لكن اللي حصل بعد كده انا شايف يعني مش انا شايفه، يعني حاسس اللي هو زيادة شوية، ان لعيبه دوليه ومصريين تحصل الامور دي يعني. زائد ان عبد الواحد السيد مدير الكوره برضو يعني برضو يحصل الامور دي كلها، الامور تحزن. والصوره حضرتك بتقول انه حصل خطا، فخطا حصل خطأ في تجاوز القانون، بس في اي دوله تطبق القانون بتاعها بس وتحترم هذا القانون. من وجهه نظري نحترم القانون طبعا. نعم. لكن احنا في ملعب. نعم. يعني احنا مش في الشارع. نعم. فاللي مسؤول عن الملعب ايه؟ نعم. الاتحاد الدولي. نعم. فالمشكلة حصلت في نطاق الملعب، في نطاق المستطيل الاخضر، في نطاق الاستاد. فبالتالي ان يبقى الاتحاد الدولي هو المنوط بالمشكلة دي، وقف لعيبة، شطبهم، يعمل اللي هو عايزه. نعم. لكن مش قضاء مدني. نعم. فحصل اعتداء اللي شفناه على رجل امن. رجل امن قدم شكوى ونادي الزمالك اتعامل مع الموضوع وامبارح كان معانا استاذ حسام المندوه، كان معانا على التليفون في مداخله من هناك من ابو ظبي. بالعكس، قال لك احنا اعتذرنا وقدمنا اعتذار. صحيح. وتعاملوا مع الموضوع بمنتهى القوه والاحترام لدوله الامارات العربيه المتحده طبعا، واحترام قوانينها، وده مهم ان احنا بنحترم قوانين الدول عشان تمام. هذا امر لانه ده كمان هي وقعه فردية لا تعمم على نادي الزمالك. يمكن اروح للكابتن عادل كمان اخد رايه قبل ما نتكلم كمان على طيب. المباراه عشان عايزين الاجواء، المباراه هي اللي بتبقى الحدث وليس طب اقول اضيف حاجه بس صغيره معلش بسرعه فضل. ان ممكن اللعيبه برضو مش واخده على موضوع الالتزام، يعني بمعنى اللي هو في محاكم مدنيه. انا الفكره كلها انا كلاعب مثلا انا بتخانق في الملعب، اتعصبت في الملعب. فالفكره كلها تبقى في الملعب. نعم. يعني اتحاسب في نطاق الرياضه، نطاق الملعب. نعم. مش نطاق المحاكم المدنيه. الكلام ده انا ممكن في بعض الدول في بعض الدول عندها القانون مفيش حد فوق القانون. دوله الامارات العربيه المتحده من الدول اللي عنده 194 جنسيه. لو في جنسيه سمح لها يبقى في 194 جنسيه موجوده تشتغل في دولة الإمارات العربية المتحدة. كويس؟ فالجنسيات دي كلها مفيش حد فيهم فوق القانون. في ملعب. فالجميع أنا بقول لحضرتك أهو حتى لو في ملعب، لسه كان قبل كده من فترة قريبة قال لو دافع عن حد، ولكن بقول لك القانون ياخد مجراه إزاي. كابتن أحمد، نتكلم على وقعة، نتكلم على قضية، بنتكلم على دولة عربية شقيقة، حصل فيه يعني اللي حصل ده كله محدش كله يعني بيقول ثلاثة لعيبة أخطأوا، وبالتالي هناك إجراء تم بعد هذا الخطأ. بص يا أستاذ أحمد، يمكن لو هتناقش الأزمة مهم جدا نفصلها أهلي وزمالك. أيوة بالظبط كده. ما نحطش الموضوع دي لعيبة. لا لا لا، لعيبة زي ما بنتكلم على اللعيبة. بنتكلم على اللعيبة، بنتكلم على نادي الزمالك. نعم. زي ما بنقول مثلا أنت نادي الزمالك أو لعيبة نادي الزمالك لما بتخرج بتلعب في دولة بره أنت بتمثل مصر. نعم. أنت مش بتمثل نادي الزمالك. صحيح. عليك مسؤولية كبيرة. وده مش هيأثر على علاقتنا بدولة زي الإمارات. لا لأن خالص. حجم العلاقة اللي بين مصر والإمارات مش هتقف عند المشكلة دي، لأن دي مشكلة صغيرة جدا. وفي نفس الوقت ما تدخلش هد في نادي الزمالك. نادي الزمالك محتاج مساندة، محتاج مساندة، بس على مسؤولين نادي الزمالك. نعم. ان هي تعرف تتعامل مع الموقف، وده كان تعقيبي. نعم. من بداية الموضوع. نعم. بداية الموضوع لو كانت قدم الاعتذار
وان اللعيبه دي اخطات وكان الكلام هيطلع بيان من نادي الزمالك، انا اعتقد الامور كانت هتبقى اهدى من كده. لو الاعتذار طلع بدري ان مشكله وحصلت واللعيبه اخطات كان الموضوع هيتاخد في نطاق اكبر من كده، لكن لعيبه نادي الزمالك اخطات، فعلا اخطات. انا على القضاء الاماراتي يعني يبقى رحيم باللعيبه، نعم، لان هي برضو لعيبه وفي نادي كبير عندنا في مصر زي نادي الزمالك. احنا دايما انتوا بلد مضيوف، انتوا نعم. بلد صحيح. دايما بتستضيفونا، صحيح. دايما بتعاملونا احسن معامله، صحيح. العلاقه بين مصر والسعوديه والامارات كل الدول علاقة كل الدول نعم. العربيه، عشان كده في انا بقول لك حجم العلاقات نعم. هي اللي هتقول كلمتها في الموضوع. لكن اتمنى الازمه تتحل، اتمنى ان احنا بقالنا فتره زحمه، ده نتاج لان احنا بقالنا كتير قوي ما بنتكلمش في الكوره، دايما بنتكلم في ازمات حتى في الكوره المصريه، نعم. دايما بتتكلم في مشاكل، نعم. اتمنى لما نطلع نتكلم في استوديوهات يا جماعه عايزين نتكلم فني، عايزين نتكلم في طرق اللعب، عايزين نتكلم مين المدرب اللي ماشي كويس، صحيح. مين المدرب صحيح. الناجح، هل المدرب كويس، لعيبه كويسه، اللعيبه اللي نادي الزمالك عنده مشاكل، النادي الاهلي عنده مشاكل، عايزين نتكلم فني، عايزين نتكلم في الكوره. لكن دايما يا استاذ احمد احنا طالعين بنتكلم في مشاكل وفي ازمات، ده انا بشوف ان ده نتاج. وفي الاول وفي الاخر انا المسؤوليه تتحمل على مجلس الاداره، على مجالس ادارات الانديه، انتوا ازاي بتتعاملوا مع اللعيبه، انتوا ازاي بتقوموا اللعيبه. وللاسف ان المشكله بتبقى عند مسؤولين، مسؤولين لما بتطلع تتكلم انتوا يا جماعه بتثيروا التعصب. انا النهارده استغربت من نشر الصور بصراحه. نشر الصور لا يليق ابدا. انا ما توقعتش الناس تقعد تنشر صور لعيبه وهم موجودين في محكمه ولا في كذا. عشان كده يا استاذ احمد انا في بدايه الحوار قلت لازم يا جماعه نفصل اهلي وزمالك، احنا صحيح. مش اهلي وزمالك. لا اللعيبه دي كان وارد ان ممكن تبقى في النادي الاهلي، لان زي ما اقول لك قطبي الكره المصريه اهلي وزمالك، نعم. مهم جدا على اللعيبه وعلى اي مسؤول ان انت بتمثل نادي كبير، نعم. ما بتمثلش نادي صغير حتى وانت اللاعب يا كابتن وليد كمان زي ما الكابتن احمد بيتكلم لازم ياخد باله ويخلي باله من تصرفاته. وانتوا في الملعب اكيد كنتوا بتعملوا كده، بتاخد بالك من كل تصرف لان انت بيتحط عليك الاضواء، اي خطا بتعمله متشاف. لازم تبقى حريص على ده كمان. ده امر طبيعي على ناديك وعلى بلدك. امر طبيعي بس وعلى كمان الدوله اللي موجود انت فيها. بس بشرط يا استاذ نعم ان انا ابقى متعود على كده. يبقى الملاعب بتاعتي وفي الملاعب بتاعتي لو اخطات خطا اتحاسب. نعم. مفيش اصل ده كذا مجاملات والكلام ده سواء اهلي او زمالك. نعم. اتكلم على المبدا، غلطت تتحاسب. لكن الفكره ان اللي حصل ده انت من اللعيبه، التصرف اللي حصل من اللعيبه خطا. خطا. خطا، انت ما ينفعش، انت راح تضرب مين؟ حتى ما هو برضه حتى لو كان يعني مشجع هم حتى طبعا لو كان صعبانين عليا بغض النظر يعرف ما يعرفش تضرب ليه حد؟ حتى لو هو زي ما الناس قالت لابس تيشيرت احمر، نعم. حتى لو هو استفزك، لو حتى هو لو شتمك برضه ما تعملش كده، انت مش في مصر. انت بره. نعم. وبعدين انت بتتكلم حتى لو هنا مسؤول، حتى لو في مصر كمان هنفترض قانون احترم قانون بلدي كمان. ما انا بقول لحضرتك لو اتطبق في مصر وتعودت عليه هتمشي عليه. نعم. لكن في الملاعب بتاعتنا مفيش الكلام ده. نعم. تقرير الحكم ما عملش حاجه شكرا. نعم. لا وانت اخطات لا تتحاسب. فهي الفكره ثقافه ان انت لعيب محترف بتحترم. بس عندك عقوبات بتتفرض على اللعيبه هنا، واللي بيخطئ بياخد ايقاف وبياخد اجراءات وعاقبت ووديت وحصل قبل كده في قضايا راحت القضاء بس وفي احكام صدرت. مش دايما يا استاذ احمد. وبعدين عشان تاخد قرار اصلا انت بتقعد عدى 3-4 اسابيع مثلا من الدوره عشان تاخد قرار عقوبه عبال ما اللجنه الانضباط تجتمع والكلام ده كله احنا عارفينه طبعا. لكن الفكره كلها انت غلطان. انت غلطان. انت غلطان. انت فكرت في نفسك ايا كان الراجل عمل ايه. انت رد فعلك زياده وكان المفروض الموضوع يعني يتلم بسرعه في نفس اللحظه، لكن الموضوع زاد وتطور حصل تاخير. فهي الفكره فهي الفكره احنا يعني بنلتمس لدوره الامارات طبعا تتوقع بكره حكومه إيه؟ وشعبا يعني تتوقع بكره ايه القرار المحكمه؟ ما هو ما نعرفش بكره بقى هيبقى بكره ولا 29. لا هو في كلام على انه بكره الصبح. في كلام هو في كلام يعني اتمنى يبقى في. ما هو المشكله ان في انا بعت لي من ناس في الامارات القانون. القانون بيقول لا اما 6 شهور لا اما ترحيل وممنوع دخول دول الخليج 5 سنين. سواء كده او كده الموضوع يعني شافه قوي قوي قوي. فبنلتمس
العلاقه واحنا جايين نلعب دوره او سوبر مصري وفي استضافة يعني نتمنى يبقى في روح القانون شويه. هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نتحدث عن السوبر غدا اهلي وزمالك ان شاء الله باذن الله تعالى. مباراه بكره عايزين مباراه رائعه بعد الفاصل. كابتن وليد راي الجماهير واضح الجماهير متفائله ان في ازمه ولكن مش الازمه دي مش هتاثر. هي اكيد مش هتاثر بمجرد ما اللعيبه تنزل الملعب الموضوع بيتنسي، لكن نفسيا برضه يا استاذ احمد انا شايف زمايلي محبوسين ويعني نفسيا حتى هبقى يعني متضايق شويه مكسور شويه لان زميلي وصاحبي وعشره عمري ومعايا محبوس وعندي مباراه مهمه. ممكن يبقى حافز ليهم، ممكن يبقى حافز دي دي في ايد اللعيبه وفي ايد الجهاز. لكن لو حضرتك كلمتيني فنيا انا شايف ان هتبقى مباراه عصبيه. لا بيبقى عصبيه. انا شايف كده لان شايف ان الاهلي طبعا عايز يكسب ويعوض السوبر الافريقي دي من ناحيه، والزمالك شايف اللي هو تحس ان الموضوع فيه ظلم شويه الاحداث اللي حصلت فهيبقى فيه تدريبات الزمالك النهارده. اتفضل. فهيبقى في اصرار وعزيمه اكتر بالاحداث دي ان احنا لا نركز في الملعب. فشايف ان هيبقى في تحدي قوي قوي وهيبقى في عصبيه زياده قوي. كابتن احمد شايف ان الماتش يمشي ازاي؟ انا بشوف ان الفرقتين الاقل فنيا هم اللي بيلعبوا فاينل. لكن تسويقيا هم احسن فرقتين يبقوا في النهائي. لكن اللي هيقفل على نفسه بشكل كويس اللي هيبقى تركيزه يعني بشكل سيراميكا اكبر. بيراميدز كانوا احسن طبعا فنيا. طبعا فنيا. احسن فريقين لعبوا كوره. لكن تسويقيا طبعا اهلي وزمالك. نعم. القاعده الجماهيريه الكبيره. نعم. لكن في نقط لازم نقف عندها يا استاذ احمد وهي اهمها الشده اللي هتبقى داخل الملعب. تدريب الاهلي النهارده اتفضل. الشده اللي هتبقى داخل الملعب العصبيه اللي اتكلم عليها. طبعا هتبقى في شده كبيره. الاهلي عنده دوافع، الزمالك عنده دوافع. نصيحتي للعيبه وللاجهزه الفنيه الهدوء. الهدوء اللي هيبقى اهدى، اللي هيبقى عنده تركيز بشكل اكبر، اللي هيبقى مش متسرع، اللي مش هيفقد الكوره، اللي هيبقى اقل اخطاء هو اللي هيقدر يكسب المباراه. عشان كده في الشده او في المباراه اهلي وزمالك مهم جدا احنا فين؟ موجودين فين؟ بنلعب فين؟ بلعب باسم مين؟ دي بقى بتاعت اللعيبه، بتاعت اللعيبه مهم جدا الاحداث اللي حصلت اللي هيقدر يخرج منها لان برضو في حدث عند الاهلي في كهربا. نعم. كهربا والموقف اللي صحيح. حصل معاه دي برضو كان عامل حاله اليومين اللي فاتوا. نعم. اللعيبه الكبيره اللي قعدت في النادي الاهلي قدرت تلم الموضوع. على الجانب الاخر بتتكلم عن مستر جوميز. نعم. لما اتطرح من مجلس اداره الزمالك حته الانسحاب او ان احنا هننسحب، الراجل هو قال لك اول بس واحد الزمالك امبارح اكدوا ان هو ما قالوش كده. كان متداول معانا امبارح قال ما قلناش ولا حد اتكلم واحنا رايحين الماتش امبارح في المداخله اللي كان متداول، لكن رد فعل الراجل. نعم. جوميز ان انا هلعب وهركز وانا كده كده موجود، فدي تحسب للراجل. فانا بقول لحضرتك اللي هيبقى اهدى بشكل كبير، اللي بقى مش متسرع، اللي مش هيبقى مشدود داخل الملعب، لان تشده يا استاذ احمد داخل الملعب بتركبك اخطاء، بتركبك انذارات، بتركبك طرد، وده ممكن ياثر على سير المباراه. فعشان كده العوامل دي اللي هيبقى مركز فيها بشكل اكبر هو اللي هيقدر يطلع بالمباراه. كابتن وليد التحكيم بكره اخباره ايه؟ حضرتك بتقول انه هيبقى في عصبيه وبالتالي دور التحكيم هنا. انا كان نفسي يبقى بصراحه تحكيم اجنبي. اجنبي. انا كان نفسي يبقى عشان نبعد نبعد عن اللغط او اللغط. نبعد عنه ونريح الامور خالص. بس على اساس انه السوبر مصري فيبقى كله مصري. يعني دي الفكره تقديري يعني. ما هو ما انا لعبت بره. يبقى المشكله لما اجيب حكم بقى اجنبي. نعم. يعني الفكره خلاص احنا دلوقتي قدام تحكيم يعني. مصري. لا اتمنى التوفيق. يعني اتمنى الحكم وامين عمر تقريبا. امين عمر. يعني امين عمر. ربنا يكرمه ويبقى موفق في اتخاذ القرارات دي اهم حاجه سواء للاهلي او الزمالك. نعم. يعني يبقى يعني القرارات اصل القرار يا استاذ احمد في ثانيه فلازم يبقى تركيزك على طول شغال، لازم يبقى في القرار تاخده من غير تفكير. نعم. لان لو فكرت فيه. نعم. خلاص اتاخر عندك جماهير بتتابع ملايين. فيعني هتغلط هيبقى شكلك وحش. نعم. فلازم يبقى طبعا ربنا يوفقه ان شاء الله ويوفق المجموعه كلها التحكيم ان يبقى في فير في التحكيم ويبقى موفقين كلهم ان شاء الله. كابتن احمد التحكيم بكره احنا كلنا في كلام من اول ما تم التعيين والكلام على كابتن امين عمر والحق كلنا عندنا ثقه في التحكيم المصري عظيم. والفتره الاخيره حكام مصري عامله حاله. نعم. عامله حاله
من بعد تعيين كابتن ابراهيم نور الدين على الاداره الفنيه للحكام، حكام ظاهره بمستوى كويس، عندنا حكام كبار، عندنا ثقه فيهم بشكل كبير. اتمنى كابتن امين عمر تعامله مع المباراه هو امتصاص حماس اللعيبه. نعم، امتصاص حماس اللعيبه، اللعيبه والمدرجات، اللعيبة. وبص على المدرجات طبعا. طبعا هيبقى في زي ما بقول لحضرتك هيبقى في الماتش. نعم. مشدود، وفي الحالات لما كلها بتتفرج على الماتش ده طبعا، وكل الناس بتتفرج، الامتصاص حماس اللعيبه، عدم خروج الانذارات في تسرع، قرارات لازم تبقى حاضره، ذهنه لازم يبقى حاضر دايما، يبقى تصرفاته داخل الملعب حتى مع اللعيبه، معاملته مع اللعيبه، امتصاص الحماس ده اللي هيهدي الدنيا، هيهدي الاجواء داخل المباراه. اللعيبه عليها عاطف بشكل كبير جدا ان هي تسهل المأموريه على الحكم، ودي برده لعيبه الاهلي والزمالك انتوا لعيبه كبار، فمهم جدا تسهل المأموريه على الحكم، عدم الشد، عدم الاعتراض على اي كوره، لان برده انت برده انت عندك جماهير كبيره سواء اهلي او زمالك، يعني على الموقف هتلاقيه حاضر داخل المباراه. اتمنى المسؤوليه الاكبر على اللعيبه ان هي تسهل الموضوع على الحكم المباراه. كابتن وليد، يعتمد الجهاز الفني عليه بكره؟ هجمات مرتده، امسك كوره، سيطره على كوره او ربع ساعه. جوميز هو بيشتغل الفتره اللي فاتت دي كلها عنده مفاتيح في نص الملعب، هو بيشتغل على الاستحواذ عن طريق كاندونجا وعبد الله السعيد وناصر. دونجا مش معاك، فانت عندك بديله. مين بديل دونجا؟ اتمنى يبقى محمد شحاته يلعب سته، وعمر جابر ان شاء الله يبقى سليم ويلعب ناحيه الرايت. فهو بيشتغل على حته الاستحواذ في نص الملعب، ونادي الزمالك اي فرقه بيلعبها بيستحوذ، اي فرقه. نعم، فهي الفكره حتى مع الاهلي. استحوذ. الماتشات كلها بتاعت الاهلي اللي فاتت استحواذ الزمالك. فهي الفكره ان انت عندك الثلاثه اللي في نص الملعب لعيبه كوره بتحركوا من غير كوره كتير. في التلت الهجومي في زيزو بيجري كتير وبيعمل. نعم. حركه صحيح كتير. طبعا ناحيه الشمال هيلعب هو الاخطر زيزو. هو زيزو فالاخطر ربنا يسلمه يعني. بص بص احمد زعلان ازاي؟ قال لك هو الخطير، خلص على زيزو خلاص. لا والله انا بحب زيزو، بحبه والله. فهي حته ربنا يحميه ويحفظهم كلهم يا رب. حته الاستحواذ، يعني حته الاستحواذ، لان انت لو سبت النادي الاهلي نص الملعب حته الاستحواذ هو هيركب الجيم. لكن في ميزه شويه ان في النادي الاهلي السن اصغر، في النادي الزمالك المهاره اكتر من السن. فالتوازن ده مع اكسترا تايم هتبقى مشكله. مع الاكسترا تايم. لكن في بكره في اكسترا ولا ضربات جزاء على طول؟ لا لا، اكسترا تايم. وقت اضافي يعني. فالفكره ان انت عندك المهاره والاستحواذ وكل حاجه في نص الملعب الزمالك يتفوق بيها، لكن مع لو في اكسترا تايم هتبقى مشكله. عشان عندي ثلاث دقائق فالحق اخد كمان النادي الاهلي بكره كولر. اتوقع ان الراجل هيرجع للتشكيله اللي هو بيعتمد عليها بشكل كبير، ممكن يستدعي اكرم توفيق يشيل من نص الملعب يلعبه مكان عمر كمال في الناحيه اليمين. ويرجع يلعب مروان عطيه، ويرجع يلعب كوكا في نص الملعب، لان مهم جدا زي ما كابتن وليد دي مباراه نص ملعب، اللي هيقدر يسيطر عليها بشكل كويس، اللي هيقدر يستحوذ على الكور الثانيه اللي بتنزل في نص الملعب سواء الدفاعيه او الهجوميه، هيلعب بمروان عطيه، يلعب بكوكا، ويلعب بامام عاشور 8 يرجعه للمركز المعتاد عليه بعكس المباراه اللي فاتت لما كان بيلعب طرف ملعب. حته التقلب على الاستحواذ اللي بيتكلم عنه مهم جدا الكابتن وليد، مهم جدا ان انت تقدر تاخد منطقه نص الملعب، لان دي مباراه نص ملعب دايما بتقدر تسيطر عليها، بتحرك جميع اطراف الملعب عندك. لكن هو اعتقد ان الراجل بكره هيلعب وسام ابو علي 9، مش هيخسر طاهر في الناحيه اليمين في غياب. طاهر كمان عامل ماتش كمان طبعا رائع، ماتش هايل. نعم. وقدر يكسب النادي الاهلي، الراجل مش هيخسره معنويا ولا فنيا، ممكن يلعبه طرف يمين ويريح بيرستاو، لان بيرستاو بقاله فتره مش في حالته. ويلعب بحسين الشحات ناحيه الشمال. عشان كده دي ممكن تديك الافضليه، واللي بيميز النادي الاهلي ان هو عنده مفاتيح لعب كتير. نعم. ولما النادي الاهلي مفاتيح لعبه وتبقى في حالتها الاداء النادي الاهلي بيختلف وشكله بيختلف، ومهم جدا اللعيبه تحس بالكلام ده. فاتمنى التوفيق، لكن في خط الظهر الراجل مش هيغير، هيلعب بياسر ابراهيم وهيلعب برامي ربيعه ويحيى عطيه الله ناحيه الشمال. عظيم. تتوقعات بكره ايه الماتش؟ مكسب الاهلي 2-1 ان شاء الله. توقعات بكره الماتش؟ يعني مباراة تطلع جيدة، أهم حاجة أهم حاجة جيدة وما فيش مشاكل. إيه الروح الرياضية دي؟ لا والله. إيه العظمة دي؟ لا ما أنا طول عمري كده. والزمالك بيغير هو يعني؟ والله لو أدى خليها تطلع كده بس لو أدى خلاص يعني هو لو الزمالك أدى وما فيش توفيق خلاص، يعني ما هو فيش، أهم حاجة التوفيق بتاع ربنا، بس أنت أدى في الملعب. فأتمنى إن شاء الله المباراة تطلع جيدة والزمالك يكسب. شكرا جزيلا. شكرا صح. كابتن احمد شرفتنا. حبيبي ربنا يخليك، تسلم. عايزين ماتش حلو والله، والله العظيم عايزين ماتش جميل بكره
ورائع، الدنيا كلها بتتفرج علينا. هي دي يعني روح الرياضه المصريه والروح الرياضيه بين اللعيبه. مش عايزين بكره اي مشاكل، عايزين ماتش يعدي كويس قوي، واللي يلعب احسن يفوز، اللي يلعب احسن يفوز. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نشوفكم السبت ان شاء الله، تصبحوا على الف خير.